التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة مع الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات العسكرية. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات العسكرية. وأكد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع الجمهورية التونسية، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية لكلا الجانبين. من جانبه قدم الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية التهنئة للفريق أحمد خليفة، متمنيا له التوفيق في مهام منصبه، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتونسية. الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية المصرية قلاع عسكري هدفها تخريج أجيال جديدة من ضباط القوات المسلحة من مختلف الكليات العسكرية. الكلية الحربية الكلية البحرية الكلية الجوية كلية الدفاع الجوي الكلية الفنية العسكرية كلية الطب بالقوات المسلحة الكلية العسكرية التكنولوجية. هؤلاء الرجال يتم تدريبهم وفقا لأرقى النظم العلمية الحديثة. مناهج دراسية وبرامج تدريبية تضاهي أفضل المستويات العالمية في الدول الأكثر تقدما. يحصل خلالها الضابط على شهادات مدنية إلى جانب شهادة إتمام الدراسة العسكرية. يحصل الضابط خريج الكلية الحربية على بكالوريوس العلوم العسكرية بالإضافة إلى إحدى الدراسات المدنية الآتية طبقاً للتخصص. يحصل الضابط خريج الكلية البحرية على بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الإسكندرية. يحصل الضابط خريج الكلية الجوية على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران بالإضافة إلى إحدى الدراسات المدنية الآتية طبقاً للتخصص. يحصل الضابط خريج كلية الدفاع الجوي على بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي بالإضافة إلى بكالوريوس الهندسة في أحد تخصصات الاتصالات والحاسبات والميكاترونكس بنظام الساعات المعتمدة من جامعة القاهرة. يحصل الضابط خريج الكلية الفنية العسكرية على درجة بكالوريوس الهندسة بتخصصاتها وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. يحصل الضابط خريج كلية الطب بالقوات المسلحة على درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام فترة امتياز وترخيص مزاولة المهنة بعد إتمام عامي الامتياز بنجاح.
يحصل الضابط خريج الكلية العسكرية التكنولوجية على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا من الجامعات التكنولوجية المصرية، كل في تخصصه، وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية المصرية خير أجناد الأرض. الواجب الواجب الشرف الشرف الوطن الوطن. وللتعرف على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الصفحة الرسمية لموقع تنسيق القبول للأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية على الإنترنت www.tansiq.mod.gov.eg. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg.